أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة تداعيات انهيار العملة الوطنية ووصولها إلى أدنى مستوياتها ودور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في إيقاف هذا التدهور. أكدت مصادر مصرفية استمرار انهيار الريال اليمني للأسبوع الثاني على التوالي ووصوله إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، إذ وصل سعر صرف الدولار في العاصمة المؤقتة عدن إلى 522 ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 138 ريالا، وهي أدنى قيمة وصلت لها العملة المحلية على الإطلاق. أفادت مصادر إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الريال وصل في صنعاء إلى 516 ريالا، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 136 ريالا. وعلى الرغم من مرور عدة أشهر من وعود التحالف العربي بإصدار وديعة تقدر بملياري دولار لمنع انهيار العملة، إلا أنها ظلت طريقها إلى البنك وبقيت كما يبدو مجرد تصريحات على لسان المسؤولين السعوديين، الأمر الذي عده خبراء اقتصاديون دليلا على عدم جدية التحالف العربي ممثلا بالسعودية والإمارات في إنقاذ الاقتصاد اليمني. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وتبعة استمرار انهيار العملة الوطنية، ودور التحالف العربي والحكومة الشرعية في منع تدهور العملة الوطنية. نشاهد التقرير ثم نعود لمتابعة اللقاء. غموض يلف واقع البلاد وتحد صعب ينتظر الحكومة الشرعية بعد 3 سنوات من الحرب نتيجة انهيار العملة الوطنية ووصولها إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وضع يلامس حياة الملايين من المواطنين الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة نتيجة تضخم سببه انهيار العملة في وقت من المرجح أن تتضاعف معها معاناة هؤلاء جراء استمرار عدم صرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة الشرعية والميليشيا، وتواجه العملة الوطنية أسوأ هبوط لها في تاريخها، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 520 ريالا بمعدل زاد عن الضعف قياسا بسعرها في العام 2014. انهيار تفاقم بعد قرار الميليشيا تعويم العملة الوطنية وترك تحديد سعرها خاضعا للعرض والطلب، الأمر الذي أعطى فرصة للسوق السوداء بالتلاعب بسعر العملة ومنع استقرارها، وأدى تآكل الاحتياطي العام للبلاد على يد الميليشيا بسبب الحرب إلى عجز الحكومة والبنك عن معالجة ذلك نتيجة عدم قدرتها على تحصيل الموارد المالية سواء في المناطق المحررة أو تلك الخاضعة لميليشيا الانقلاب. وعلى الرغم من مرور عدة أشهر من وعود التحالف العربي بإصدار وديعة تقدر بملياري دولار لمنع انهيار العملة، إلا أنها ظلت طريقها إلى البنك ووجدت صداها يتكرر فقط في تصاريح المسؤولين السعوديين، وهو مؤشر عده خبراء اقتصاديون دليلا على عدم جدية التحالف العربي ممثلا بالسعودية والإمارات من انقاذ الاقتصاد الوطني. وبموازاة ذلك يقف البنك المركزي في عدن عاجزا عن إيقاف تدهور العملة الوطنية مكتفيا بتصاريح يطلقها مسؤولون عن قرب وصول الوديعة السعودية التي لم تأتي حتى الآن. ومع كل هذا الغموض الذي يكتنف الاقتصاد الوطني، زادت مخاوف المواطن اليمني الذي اكتوى بنار الأسعار الزائدة بمعدل الضعف، ودفعت معظمهم للهجرة والبحث عن فرص أخرى خارج البلاد. وأمام هذا كله يرى مراقبون أن العملة الوطنية مرشحة لانهيار أكبر في ظل تجاهل الحكومة الشرعية لما يحدث وعزوف دول التحالف العربي عن القيام بواجبها لمنع التدهور، الأمر الذي يهدد بإدخال البلاد في أزمة قد لا تجد طريقها للحل قريبا في وقت يتساءل فيه المواطن البسيط عن جدوى وجود الحكومة الشرعية والتحالف العربي أصلا. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا من بريطانيا المحلل الألماني والاقتصادي الأستاذ عبد الباسط الصبان. أرحب بك أستاذ عبد الباسط، برأيك بداية ما هي أسباب تدهور العملة الوطنية ووصولها إلى هذه المستويات القياسية في سعر الصرف أمام العملة الأجنبية تحديدا أمام الدولار ب 522 ريالا في عدن؟ أهلا عزيزي، أولا أنا أعتقد أن سبب ارتفاع سعر الصرف أمام الدولار
هو ليس وليد اللحظة، لقد مرت العملة الوطنية بمراحل متعددة منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة، باستثناء الانخفاض الذي حصل في فبراير 2018 نتيجة الأخبار المتواردة آنذاك أن السعودية ستقوم بإيداع مبلغ مليارين دولار في حساب البنك المركزي في الخارج، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض السعر إلى حد ما واستقر ما بين 480 و 490 منذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة أو حتى قبل أسابيع. طبعا الوديعة السعودية هي بالفعل تم إيداعها في حساب البنك المركزي حسب المصادر المتوفرة لدينا البنك المركزي، وقد تم إيداعها فعليا في حساب البنك المركزي في أبريل في 2018، إلا أن دخول معركة الحديدة على الخط أدت إلى الضغط على السيولة النقدية، إضافة إلى رفض الحوثيين التعامل مع النقود المطبوعة حديثا، حيث قام البنك المركزي بطباعة ما يعادل 170 مليار ريال في روسيا وتم توزيعها على هيئة رواتب، إلا أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء أصدرت تعاميم إلى البنوك والصرافين بعدم التعامل مع هذه النقود، وهذا شكل بحد ذاته ضغطا كبيرا على البنوك وعلى الصرافين وحدث ارتباكا في القطاع المصرفي بشكل عام. السبب الرئيسي وراء ارتفاع العملة في هذه الأسابيع هو أن البنك المركزي في عدن كان قد أعلن الشهر الماضي أنه سيقوم بدعم استيراد بعض السلع الأساسية كالأرز والقمح والسكر، وسيقوم بتوفير الاعتمادات للبنوك المحلية والتجار، وظل التجار والبنوك المحلية وتجار النفط منتظرين هذه السياسة التي سيطلقها البنك المركزي والتي من خلالها سيقوم بدعم هذه السلع الأساسية، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء، وبالتالي قام التجار والتجار النفط والتجار المواد الغذائية بالشراء من السوق السوداء، وشكل ذلك ضغط على الريال اليمني وأدى إلى ارتفاعه إلى هذا المستوى، حيث بلغ تقريبا في الأسبوع الأخير ما بين 515 إلى 520. طيب، أمام كل هذا التدهور الآن، ما هو الواجب عمله لإيقاف هذا التدور؟ أنت تتحدث أن المليارين وصلت، هل كانت تكفي أساسا يعني بث الثقة في الاقتصاد الوطني، أم أن هناك حاجة لمزيد من الدعم؟ هو في الحقيقة المليارين لا تكفي، وحتى ولو كان هناك أكثر من مليارين كدعم للبنك المركزي، طالما أن الحرب ما زالت مستمرة وطالما أن الإيرادات ما زالت متوقفة وأن البنك المركزي لا يعمل بشكل مستقل وبشكل مدروس، فإن المشكلة ستظل قائمة. المليارين التي تم إيداعها قبل 3 أشهر هي أدت إلى استقرار سعر الصرف بشكل نسبي، ولكن على المدى البعيد لم تؤثر، حتى وإن تم إيداع مبالغ أخرى فسوف يتم استهلاكها إذا ما قرر البنك المركزي استخدامها كدعم للسلع الأساسية، وبالتالي سنعود إلى نفس المشكلة الأولى، وهي أن البنك المركزي لا توجد لديه احتياطات في الخارج لكي يقوم بالحفاظ على سعر العملة. السبب الرئيسي طبعا هو استمرار الحرب، منذ بدء الحرب وكافة الإيرادات متوقفة تقريبا، إضافة إلى أنه لا توجد هناك آلية معينة أو سياسة واضحة من قبل البنك المركزي في تحصيل الإيرادات من المناطق التي تحت سيطرة الشرعية. البنك المركزي الآن أصبح لدينا بنكين، بنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين وبنك في عدن. القطاع المصرفي أصبح ممزق، الإدارة العامة للبنوك موجودة في صنعاء وفروعها موجودة في المناطق الأخرى وفي عدن، البنوك تتلقى تعليمات متضاربة من وكيل قطاع الرقابة في صنعاء المحسوب على الحوثيين ومن وكيل قطاع الرقابة على عدن المحسوب على الشرعية، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد ككل، وبالتالي التأثير على سعر العملة الوطنية بشكل سلبي. طيب، يعني في هذا السياق نتحدث عن توقف الإيرادات. عادة كان هناك حديث على أن الاقتصاد الوطني مدعوم باقتصاد النفط وكذلك بتحويلات المغتربين، هل توقفت هذه الإيرادات أو أنها تأثرت بسبب الحرب؟ ما الذي حدث تحديدا؟ هي تأثرت بكل تأكيد بسبب الحرب. أنت تعرف والمشاهد يعرف أن بلد كاليمن هو يعتبر من الدول النامية التي تعتمد بشكل أساسي على واردة النفط
حيث أن واردة النفط تمثل ما نسبته 70% من الموازنة العامة للدولة ككل. ولكن بفعل الحرب أغلب حقول الإنتاج النفطية متوقفة، إضافة إلى أن الحرب ككل أدت إلى عدم وجود آلية واضحة في تجميع أو في تحصيل الإيرادات، سواء كانت من الجمارك أو من الموانئ المختلفة كميناء الحديدة أو ميناء عدن وما إلى غيرها. هناك سلطتين موجودة على الواقع، سلطة الشرعية في المناطق التي تسيطر عليها وسلطة الحوثيين في صنعاء. كل سلطة تجمع إيراداتها من مصادرها التي تقع تحت سلطتها، وبالتالي البنك المركزي لم يعد بنك واحد، أصبح بنكين، كل بنك لديه سياسة معينة. إضافة إلى أن التوسع في طباعة العملة من قبل البنك المركزي في عدن يشكل ضغط أيضا على العملة الوطنية، كونه يمثل مصدر من مصادر السبل التضخمي، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع العملة بشكل متسارع. طيب، في هذا السياق، هل منع تداول الحوثيين للعملة المطبوعة الجديدة في مناطق سيطرتهم، يعني كيف أثر على مسألة انهيار سعر العملة؟ هل أثر سلبا أم نوعا ما ساعد في أن العملة مطلوبة وليست متواجدة في السوق؟ بكل تأكيد أثر بشكل سلبي على هذا الموضوع. أنا كما ذكرت سابقا بأن الحوثيين في صنعاء يقومون بإصدار تعاميم إلى البنوك بعدم التعامل مع العملة المطبوعة الجديدة وعدم قبولها، أيضا الصرافين، مع أنه قد تم طباعة عملة سابقة وقبلها الحوثيين. لا أدري ما هو المبرر لرفضهم التعامل مع العملة الجديدة، ولكن هذا بدوره أثر بشكل عام، يعني يؤدي بشكل إجمالا إلى عدم الثقة في القطاع المصرفي. يعني المواطن البسيط عندما يرى أن هناك عملة غير مقبولة، يعني سواء كان في صنعاء أو في أي منطقة في اليمن، تصبح الثقة في العملة الوطنية معدومة تماما. إضافة إلى أن تحويلة المغتربين هي موجودة بالفعل، تحويلة المغتربين لعبت دورا كبيرا منذ بداية الحرب في الحصول على العملة الأجنبية، وكانت البنوك تعتمد بشكل رئيسي على هذه التحويلات، سواء من خلال الويسترن يونيون أو المونيجرام أو حتى من خلال التحويلات التي تتم بالتنسيق مع صرافين موجودين في اليمن. ولكن بسبب الأحداث الأخيرة التي حصلت في السعودية والتي تم من خلالها الاستغناء عن بعض العمالة اليمنية، إضافة إلى سعودة بعض الوظائف، هذا أدى بشكل أو بآخر إلى تثليث حجم المبالغ المحولة من السعودية، كون أغلب العمالة إما أنها فقدت العمل بشكل كلي أو أنها أصبحت أو أنها عادت إلى اليمن، أو أن المواطن اليمني الذي في السعودية أصبح بشكل عام يبحث عن بديل آخر، سواء الخروج من السعودية أو العودة إلى اليمن أو ما إلى ذلك. هذه الأسباب كلها متجامعة أدت بشكل كامل على التأثير على موضوع العملة. ولكن السبب الرئيسي كما ذكرت سابقا أنه إعلان البنك المركزي في عدن بدعم السلع الأساسية منذ شهر وحتى الآن، أصبح التجار وتجار النفط منتظرون هذه السياسة أن يتم إصدارها من البنك المركزي، وبالتالي البدء في التعامل والحصول على التمويل من خلال البنوك التجارية. ولكن يبدو أنهم وصلوا إلى مرحلة اليأس، وتم الطلب على الدولار من قبل الصرافين أو من قبل السوق السوداء، وهذا بدوره يؤثر على سعر العملة ويشكل ضغط. طيب، في هذا السياق أستاذ عبد الباسط، ما الذي قد يمنع البنك المركزي من الإيفاء بهذا الوعد وإيصال هذه السياسة النقدية التي وعد بها؟ في الحقيقة لا نعرف ما هي الأسباب، ربما أن هناك شروط معينة. من المعروف أن أي دولة عندما تمنح دولة أخرى وديعة لكي توضع في حسابها في البنك المركزي قد تكون هناك شروط معينة. الشروط هذه ليست متاحة إلى الآن من قبل البنك المركزي، ولا نعرف ما إذا كانت السعودية اشترطت أنه لا يتم استخدام هذه المليارين من قبل البنك المركزي كدعم للسلع أو الواردات، وأنها ستكون فقط في حساب البنك المركزي كوديعة ثابتة غير قابلة للسحب لكي تساهم في تعزيز احتياطه فقط، أو أن هناك اختلاف في الآلية التي يتم من خلالها دعم التجار. ربما يكون هناك اختلاف
ما هو السعر الذي يتم تحديده لكي يتم بيع الدولار للتجار وتجار النفط والعملة التجارية؟ هل يتم تحديد السعر وفقا لما هو موجود في السوق؟ أم يتم تحديد سعر موازي؟ أم يتم تحديد سعر ثابت؟ ربما هذه الأسباب هي التي أدت إلى عدم إطلاق هذه السياسة، ولكن لا توجد معلومات كافية لهذا الشأن. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الباسط. أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر. أستاذ مصطفى، برأيك يعني بعد هذا الانهيار الذي وصلت إليه العملة، نتحدث عن سعر صرفي عدن بحدود 520 أو 22 ريال، وربما أقل من ذلك بشكل قليل في صنعاء، إلى أين تتجه العملة الوطنية وهي وصلت إلى أدنى مستوياتها تقريبا؟ أهلا وسهلا بجواب المشاهدين الكرام. فعلا هذا التراجع الانحدار الكبير في سعر الريال اليمني مقارنة بالدولار والريال السعودي وغيرها من العملات الصعبة في الحقيقة ظاهرة خطرة على الاقتصاد اليمني، وعلى أيضا التي ستتأثر بصورة مباشرة لأن جزء كبير من عمليات الاستيراد تقريبا في حدود 90% من احتياجات الشعب اليمني يتم استيرادها من الخارج، وهذا هنا تكمن خطورة هذا التراجع وهذا الانهيار الكبير. وبمجرد أن تجاوز أو حاجز 500 ريال للدولار الواحد بكل تأكيد ستدفع مزيد من التراجع إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة للحد من هذه الآثار السلبية. مثل ماذا أستاذ مصطفى؟ تنقم على كافة الريال. هذه الخطوات التي نتحدث عنها، ما هي، ما المفترض بالحكومة ربما أيضا من الداعمين لها التحالف العربي بدرجة أساسية أن يقوموا لوقف هذا التدهور الذي يعني تمر به العملة الوطنية؟ هو هناك عديد من الإجراءات يفترض أن يتم اتخاذها، تتمثل أولا بضرورة الحصول على دعم مباشر سواء كان من التحالف أو من دول خارجية داعمة اليمن لمساعدتها في هذا الأمر، تخصيص جزء مهم من المساعدة الدولية لوقف لدعم أو لتثبيت سعر الريال والحد من المعيار، لأن هذا يؤثر بشكل مباشر على الملايين من الشعب اليمني، وبالتالي يدخل عدد كبير في طائلة الجوع. الموضوع الآخر هو موضوع سياسات. هناك مستويين من الإجراءات التي يفترض أن يتم اتخاذها. هي الأولى تتعلق بالحكومة نفسها ممثلة بالبنك المركزي وغيره من المؤسسات المالية الأخرى ذات العلاقة، وهذه يحتاج أن تتخذ مجموعة من السياسات سواء كان ما يتعلق بالرقابة على أداء السوق السوداء، السوق الموازية للمضاربة بالعملة اليمنية، أيضا تفعيل أدوات البنك المركزي للسيطرة على السوق المصرفية، إعادة الكرة المالية إلى وضعها الطبيعي بعد أن خرجت كثير من الأموال من البنوك إلى شركات الصرافة وإلى التجار خارج إطار النظام البنكي، بالإضافة إلى المشكلات الأخرى المتعلقة بالموانئ وغيرها. هذا على المستوى المحلي، أما فيما يتعلق بالمستوى الخارجي فقد كما قلنا لابد من تقديم دعم مباشر للحساب على سعر العملة، وكان هناك وديعة سعودية تم إيداعها في يعني لصالح البنك المركزي وفق العقد الموقع في هذا الأمر. صحيح أنها لن تكون كافية وليست كافية لوقف هذا التدهور كله، لكن إذا ما تم الاستفادة من هذه الطريقة الجيدة يمكن أن تخفف خلال فترة معينة. هناك أيضا عودة يعني تصدير النفط والغاز، وهذه أولوية قصوى في اعتقادي للحساب أو للحصول على نقد أجنبي لتغطية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي. أيضا موضوع ما يزال تسليم مرتبات أجهزة جهاز الدولة بالدولار وخارج اليمن أيضا تشكل أحد عوامل الضغط على العملة الصعبة، بل يفترض أنه يتم الاستفادة من هذه العملات لتغطية احتياجات السوق احتياجات السلع، ولا يتم أيضا صرفها خارج
خارج اليمن بالطريقه التي تحدث حاليا. هناك يعني خطوات عديده يختارونها الكثير، وهي بالاساس تنطلق من اهميه من وجود حكومه ووجود بنك مركزي كفؤ يقوم بوضع الضوابط لهذه العمليه. هناك حاله تاهل كبيره في اداء مؤسسات الدوله، وهذا يجعل من الصعوبه مكان اتخاذ هذه الخطوات التي ذكرنا. ايضا ما يزال هناك تحديات على المستوى المحلي في يعني مناطق يعني لا تستطيع ان تسيطر عليها الحكومه، لكن ايضا هناك معالجات يفترض ان تتم لضبط السوق كاملا ومحاصره هذه المنافذ التي تتسرب منها العمله الصعبه، واين ومن يقوم بهذه المضاربه التي تؤثر سلبا على حياه المواطنين وعلى الاقتصاد. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي استاذ مصطفى، اعود الى استاذ عبد الباسط الصبان. استاذ عبد الباسط، يعني في احد لقاءاته اليوم يلتقي الرئيس عبد الرب منصور هادي اعضاء الغرفه التجاريه بعدن ويوجه بتشكيل مجلس اقتصادي. هناك ربما نوع من التفاؤل الذي حدث بعد عوده الرئيس هادي الى عدن في نوع من الاستقرار في البلاد، هل هذا التفاؤل انتقل الى الجانب الاقتصادي؟ كيف تقيم الاداء الحكومي في هذا الجانب منذ عودة الحكومة ومنذ أيضا ما قبل ذلك منذ ربما نقل البنك المركزي إلى عدن أساسا؟ في الحقيقة أداء الحكومة هو يؤثر بشكل أو بآخر على الأداء الاقتصادي للدولة ككل وعلى البنك المركزي تحديدا. أداء البنك المركزي مؤخرا في الحقيقة تقريبا في الأربع أشهر الماضية منذ تغيير إدارته السابقة قام بالعمل على الحد من ارتفاع سعر العملة ونجح في هذا الأمر، حيث أنها استقرت لمدة أربع أشهر تقريبا. كما أنه نجح في فتح حسابات البنك المركزي في الخارج لدى البنك المركزي الفيدرالي وبنك بيروت تقريبا، وهذا بدوره أدى إلى الحد من ارتفاع سعر العملة، إضافة إلى وجود الثقة في القطاع المصرفي إلى حد ما. ولكن مسألة تشكيل اقتصادي لا أعتقد أنها ستؤثر بشكل مباشر على انخفاض سعر العملة، طالما أن الهدف طالما أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر العملة ما زال موجود، وهو عدم وجود احتياطيات كافية في البنك المركزي في حساباته في الخارج، استمرار الحرب الموجودة في اليمن، تشظي البنك المركزي وانهيار القطاع المصرفي بسبب وجود بنك مصرفي في البنك المركزي في عدن واخر في صنعاء، اضافه الى عدم وجود اليه كما ذكرت سابقا في عمليه تحصيل الايرادات. ولكن هذا المجلس الاقتصادي على اعتبار انه تم تشكيله، ما الذي سوف يقدمه؟ ما الذي سوف يقدمه للحد من انهيار العمله؟ لا توجد بيديه الادوات الكافيه للحد من هذا الارتفاع المتسارع. انا برايي ان البنك المركزي اذا اراد المساهمة في الحد من ارتفاع سعر العملة أن يقوم بإطلاق سياسته التي أعلن عنها سابقا، وهي دعم السلع الأساسية الأرز والقمح والسكر والحليب تقريبا. وأعتقد إذا ما قام بفعل هذا الأمر ممكن أن يؤدي إلى نوع من تهدئة سعر الصرف، ولكن على المدى المتوسط أو القريب. أما على المدى البعيد فلا أعتقد، طالما أن الحرب ستستمر وطالما ان الايرادات البنك المركزي لن لا يتم توريدها الى بنك مركزي واحد، وطالما ان هناك بنك مركزي في صنعاء واخر في عدن، وطالما انه لا يوجد دعم حقيقي من المجتمع الدولي للبنك المركزي للقيام بممارسه نشاطاته بشكل مستقل، انا اعتقد ان من احد مهام المجتمع الدولي ان كان صادقا في دعم اليمن انه يقوم بحل اشكاليه البنك المركزي والعمل على تقريب وجهات النظر ما بين سلطات الحوثيين في صنعاء والشرعيه في عدن بتحييد البنك المركزي والعمل على تحصيل الايرادات الى بنك مركزي واحد، والقيام فيما بعد بتسليم الرواتب لكافه العاملين في القطاع المدني في الدوله والعسكري، كل يسلم رواتبه الى المنطقه التي تحت سيطرته. هذا ربما سيؤدي الى الحد من ارتفاع العمله وعوده الثقه في القطاع المصرفي، ولكن ما عدا ذلك انا اعتقد ان ارتفاع العمله سيستمر حتى وان تم
الحفاظ على هذا السعر في ضمن هذا المستوى او تم انخفاضه فيما لو قام البنك المركزي باطلاق سياسه دعم السلع الاساسيه، انا اعتقد ان اثرها سيكون محدودا وسيكون على المدى القريب فقط، والمشكله ستظل قائمه طالما ان الحرب لا زالت مستمره. أشكرك إذا المحلل المالي والاقتصادي أستاذ عبد الباسط صبان، كنت معنا على الهاتف من بريطانيا. بالعودة إليك أستاذ مصطفى نصر، يعني الآن اليمن ليست وحدة في هذه المعمعة، هناك دول تحالف يعني تخوض معها هذه الحرب، هناك تصريحات كثيرة على مدى دعم دول التحالف لليمن في المسألة الاقتصادية، وكان هناك الدعم الحديث عن دعم بالوديعة السعودية. هل هناك التزامات أخرى يجب على الدول الداعمة للحكومة الشرعية القيام بها في مواجهة هذا الوضع الاقتصادي والانهيار الاقتصادي المستمر؟ بالتأكيد هناك أدوات من خلالها دعم الشعب اليمني، إلى جانب موضوع تقديم الدعم المباشر للبنك المركزي، وهذا يعد أولوية بالنسبة للدعم المباشر للبنك المركزي، أعتقد أنها مهمة للغاية على أساس يعني كودائع أو كودائع بأي طريقة من الطرق، لابد أن توضع ودائع مباشرة لتغطية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى دعم الخدمات الأساسية، تسهيل عملية تصدير السلع اليمنية من الداخل، وأهمها كما قلت النفط والغاز والصادرات الزراعية الأخرى لمناطق مختلفة، تسهيل وصولها للسوق الخارجيه سواء كان للسعوديه او لغيرها من الدول، هذا يسهل في وصول عمله صعبه للبلد ربما تغطي جزء من الاحتياج الذي تحتاجه البلد. هناك ايضا حاجه محليه كما قلت لاشياء او اجراءات يفترض ان تتخذ محليا تتعلق ب يعني موضوع ضبط السوق، ربما هذه واحده من الاهميه، واحده من النقاط ذات الاهميه، لان هناك حاله من السوق المواديه اصبحت يعني هي من يتحكم في سوق سعر الصرف على المستوى المحلي، هناك يعني مجموعه محدوده من الصرافين هم من يتحكمون في سعر الريال صعودا وهبوطا، قد لا يكون هناك مبررات منطقيه لهذا التراجع المخيف يعني سوى شعور هؤلاء ان البنك المركزي او اجراءات البنك المركزي التي اتخذها فيما يتعلق بدعم السلع الاساسيه واحتساب سعر الريال او سعر الدولار ب 470، شعروا ان هذا الرقم يعني رقم مرتفع، وبالتالي هم شعروا بالحاجه اليهم وبالتالي بداوا بالمضاربه بسعر الدولار. في تصوري أنه في ظل غياب إدارة فاعلة وموجودة على الأرض وتستطيع أن تحكم السوق المصرفية وتحكم دخول وخروج العملة الصعبة، بكل تأكيد لن يكون هناك حلول جذرية. هذه حتى الدعم الخارجي هو كما قلت مهم، لكن أيضا بدون أن يتم الاستفادة منه من خلال اجراءات فعليه من خلال حكومه كفاءه، بكل تاكيد لن تحقق اي نتائج مستدامه. اشكرك رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي استاذ مصطفى نصر، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. في ختام الحلقه تقبلوا تحياتي وتحيات زميل عبد الرقيب على بار منتج الحلقه وجميع الافراد في الطاقم الفني، في امان الله.